الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. في الحقيقة هذا موضوع من الموضوعات القيمة. هذا الموضوع يغيب عن كثير من المسلمين، لا سيما في عصر الزحام، عصر المشاغل، والناس لا يعلمون أن الخشوع هو أحد أسباب أو أهم أسباب قبول الصلاة. الله أكبر. فالخشوع هو التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. لا، تاني تعريفه تاني معلش يا دكتور. الله يكرمك. الخشوع هو التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. الله أكبر. فأنت الآن تقف بين يدي جبار السماوات والأرض. الله أكبر. تقف أمام من خلقك ورزقك ووهبك الصحة والعافية والولد والمال ووهبك النفس. أنت الآن في حضرة الإله. الله أكبر. والإله الآن ينظر إليك. نعم. فماذا أنت صانع؟ حينما يكون الإنسان أمام الكاميرات فإنه ينضبط. صحيح. ربما كان قبل قليل يمزح أو يتناول طعاما أو شرابا، فإذا جاءت الكاميرات أصبح في حال آخر. نعم. أما وإنك الآن وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى، لله المثل الأعلى، نعم، جبار السماوات والأرض، نعم، ماذا أنت صانع؟ نعم. هل تقف متكبر في حضرة من؟ أم تقف عابسا؟ أم تقف ولا تعقل ما تقوله لمن تتجه إليه؟ هل هذا يصلح أمام مسؤول؟ لا والله. مسؤول كبير، وزير، وتقف أمامه لتقدم شيئا، كيف تقف أمامه؟ أسهر الليل بطوله أجهز في هذا الملف حتى يعني لا أتلجلج ولا أتعلثم أمامه. الله. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال السلف وحال العلماء. بيتجهزوا يا دكتور طارق. نعم. بيتجهز يعني ايه؟ يعني هو عارف من قبل الصلاة بنص ساعة، لما سئل أحد العلماء لما تذهب قبل الأذان، قال يا ولدي إنما جعل الأذان لتنبيه الغافلين. يا الله. الأذان مش للمسلم العادي. أمال الأذان لمين؟ الأذان للغافل. إذا الله أكبر، روح صلي، حاضر. أمال الإقامة لمين؟ أمال اللي بتاع آخر ركعة لمين؟ أمال اللي بيصليهم مع بعض ده مين؟ صحيح. لما الأذان للغافل، أما من تعلق قلبه في المسجد، أضرب لك مثل يا دكتور طارق. أنا رحت أصلي ودخلت الوضوء فنسيت التليفون في الميضة، روحت تذكرت أني نسيت الهاتف في المسجد، الهاتف بقى هعمل إيه؟ رجعت أجري لقيت الباب مقفول. إمتى يا جماعة هيفتح؟ لما الصلاة تبدأ أو الأذان يأذن. بالله عليك هيروح امتى؟ قبل الاذان بوقت طويل. قبل الاذان صح. خايف لحد حتى المؤذن، خايف للمؤذن يدخل قبل منه. نعم. عشان يدور على ايه؟ على هاتفه. هو شيء معنوي. نعم. اما السلف الصالح فما كانوش بينسوا الهاتف. نعم. ما كان بينسوا ايه يا دكتور طارق؟ يتركون قلوبهم. القلوب. الله. قلبه معلق بالمساجد، هو ماشي وسايب قلبه.
لو حد قال له تتبرع بقلبك وتاخد مليار مليارات الارض هيرضى؟ لا والله. سايب قلبه في المسجد، عشان كده ما بيستناش الاذان ياذن. يا بني انما جعل الاذان لتنبيه الغافلين.